بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سعيد زين. نرحب فيكم في المحتوى التدريبي الخاص بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. هذا المحتوى التدريبي بيتكلم عن أساسيات الحوسبة السحابية. طبعاً إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح نتطرق لجزء نظري وجزء عملي، وإن شاء الله بيكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع. طبعاً أنا اسمي سعيد زين، مهندس حاسب آلي، تخرجت في 97 تقريباً 1997، وانتقلت طبعاً إلى شركة الخليج للتدريب والتعليم. أعمل من 23 سنة في هذه الشركة، وطبعاً المجال الرئيسي تبعي هو التدريب. درست عدد كبير من المحاضرات والكورسات في شركة الخليج، ودرست عدد كبير كمان من الشركات والوزارات والقطاعات إن كانت حكومية أو خاصة. بدأت عملي في فكرة التعامل مع السيرتيفيكيشنز والشهادات بمايكروسوفت. أول شهادة أخذتها اللي هي MCB، وانتقلنا بعد هيك إلى MCSA والMCC. وزي ما أنتم عارفين حاليا معظم التكنولوجي انتقلت لفكرة الكلاود، فبالتالي إحنا الآن عمالنا بنشتغل على الكلاود كومبيوتينج واللي هو الحوسبة السحابية. طبعا يعني ان شاء الله حنتكلم عن اوتلاينز خاصه بالمايكروسوفت ازيور. الاوتلاينز هذه عباره عن 6 ان شاء الله. طبعا حنبدا في الاساسيات واللي هي تشرح ما هو الكلاود كومبيوتينج، بعدها حننتقل ان شاء الله للاوتلاينز اللي هي الايدنتيتي، بعد هيك ان شاء الله الجوفرنس اند كومبلاينس، حننتقل بعدها للازيور ادمنستريشن. الموديول الرابع راح يتكلم إن شاء الله عن الفيرتشوال نتوركينج، حنتكلم كمان على الأزور ستوريج، وآخر جزئية حتكون إن شاء الله عن one of the resources وأهم الresources الموجودة في الأزور كومبيوتينج أو في الأزور انفيرومنت واللي هو الأزور فيرتشوال مشين. الله يحييكم مرة أخرى، وإن شاء الله بتستفيدوا من هذا الكورس بشكل جيد. الموديول الأول زي ما تكلمنا حيتكلم عن فكرة الكلاود كومبيوتينج، وأهم نقطة موجودة فيه واللي هي الايدنتيتي. لو واحد لاحظ في كل النتوركس وفي كل الانفيرمنتس اللي هو بيعملها اكسس لريسورسز، إن كانت فايلز فولدرز شيرز أيا كان، هتلاقي انه انت تحتاج الى على الاقل يوزر نيم وباسورد. طبعا اليوزر نيم واللي هو باعتبار ايدنتيفاي يو، وكمان حتحتاج لباسورد تبروف انه انت فعلا الشخص اللي حيعمل اكسس لهذه المعلومات، وهذا هو جزء الايدنتيتي. في هذا الموديول او في هالجزء هذا واللي هو طبعا اساسي جدا، حنتكلم عن كيف الـ Identity and Access will be managed in Azure Environment. بالإضافة لهيك طبعاً حيتكلم عن طريقة إنشاء الـ Identities والتعامل مع هذول الـ Identities، وكمان حنعمل إن شاء الله Demonstration على هذا الموضوع. طبعاً الـ Service أو الخدمة الرئيسية بالـ Azure واللي هي إلها علاقة بالـ Identities اللي هي الـ Azure Active Directory، واللي هي حتكون إن شاء الله الجزء الأول بالنسبة لنا. في هالجزء طبعاً حنعرف أول شيء طبيعي ما هو الـ Azure Active Directory، حنتكلم عن الـ Concepts في هذا الـ Azure Environment كـ Active Directory Environment، حنقارن بين الـ Azure Active Directory والـ Active Directory Services اللي ممكن تكون موجودة في الـ Private Networks. يعني قد تكون سمعت إنه، وأكيد لازم تكون سمعت إنه في عندك في اللوكال انفايرمنت دومين وفي عندك اكتيف دايركتوري، واليوزرز او الاشخاص راح يعملوا لوج ان من خلال هذا الاكتيف دايركتوري تو بروف ذير ايدنتيتي، وبعد هيك طبعا تو بي ايبل تو اكسس ريسورسز. حنتكلم بعد هيك ان شاء الله كمان عن الازور اكتيف دايركتوري اديشنز، في اكثر من اديشن، وطبعا اكيد بين هذول الاديشنز في فروقات وفي ميزات. حنتكلم كمان عن فكرة ونقارنها مع اللوكال اريا نتورك اكتيف دايركتوري واللي هي فكرة ازيور اي دي جوين. حنتكلم كمان عن some of the features مثل الازيور سيلف سيرفيس باسورد ريسيت، one of the features. طبعا في features كثيرة، راح نلخص بعض الفيتشرز وراح نتكلم على بعضها،
بالإضافة لهيك راح إن شاء الله نركز على بعض هدول الفيتشرز. لو بالبداية تكلمنا عن الـ Azure Active Directory، تعريفه هو عبارة عن سيرفيس بالنهاية، ومعرف لك طبعا هو لو شفت على السلايد اللي أمامك عبارة عن Cloud Based Suite Identity Management Solution. طبعا الـ Identity Management Solution هذا وظيفته الرئيسية زي ما بدأنا من الأول أنه هو باعتبار Will Authenticate the Users، والAuthentication تعني بكل بساطة Verifying the Identity وProofing أنه فعلا هذا هو اليوزر اللي لازم يعمل Access للResources. يعني كمقارنة سريعة أو كفكرة رئيسية، طبعا أكيد هو عبارة عن Global Service، يعني Can be accessed over the Internet، مقارنة بالWindows Server Active Directory. ولو لاحظت بالفيجر مبين عندك انه اللوكال اريا نتوركس بالمايكروسوفت ويندوز اكتيف دايركتوري تستخدم بروتوكولز لعمليه الاوثنتيكيشن هذه، واللي هي طبعا كيربرس وان تي ال ام، واللي هي الاساس طبعا في اللوكال اريا نتوركس اوثنتيكيشن. بالنسبه للازور اكتيف دايركتوري طبعا يختلف الوضع، طبعا الاكسس هو اوفر ذا انترنت باعتبار هو جلوبال، فبالتالي عمليه الاوثنتيكيشن تعتمد على بروتوكولز اخرى، بروتوكول زي السامل، الاوث، الاوبن اي دي، وايفن الفيدريشن سيرفيس. هنتكلم شوي ان شاء الله في نيكست سلايدز شوي عن هذه البروتوكولز ان شاء الله. طبعا المين ايديا دائما واحد بيطلع فيها في النتوركس، واللي هي when you want to access resource two things، واللي هي فعلا دائما طبعا بتطلعوا على فكرة الاوثنتيكيشن واللي هي verifying the username and password، وفكرة الاوثرايزيشن واللي هو making sure انه هذا اليوزر يستطيع الوصول الى الريسورس او له الصلاحيات للوصول للريسورس. الكونسبتس الموجودة كديفينيشنز وترمينولوجيز تعريفات وحال تستخدم إن شاء الله خلال هذا الكورس، وأول ديفينيشن واللي هو الايدنتيتي. الايدنتيتي عبارة عن any object you create in directory services وthat object can be authenticated، فهو object that can be authenticated. الaccount واللي هو باعتبار an identity that has associated with it. كل واحد من الـ identities الموجودين طبعاً له زي البروفايل، البروفايل باعتبار information عن هذا الـ identity. طبعاً هذول الـ information يبدأوا بفكرة أنه له username، له attribute password، some others يعني maybe job title, location, city إلى آخره. يعني الانفورميشن هذول التوتالي مع بعض هم حيكونوا الاكاونت. بعد هذا بعرف كمان الازيور اكتيف دايركتوري اكاونت. الازيور اكتيف دايركتوري اكاونت هو فعليا an account that you create in the directory service in Azure environment. طبعا بالنسبه للازيور حنتكلم ان شاء الله ليترون شوي عن ما يسمى تيننس الان، يعني في النكست ستيب. الاكاونت هذا اللي هو الازور اكتيف دايركتوري اكاونت will be created in a tenant in active directory environment. بعدها كمان كترمينولوجي اخرى بيعرف الازور اكتيف دايركتوري تيننت سلاش دايركتوري، وفعلا دايركتوري سيرفيس، دايركتوري سيرفيس طبعا هي باعتبار isolated زي ما معرفها instance of active directory dedicated for a company or for a subscriber. Whenever you subscribe لل Azure active directory أو لل Azure environment خلينا نقول a tenant dedicated instance of active directory will be created to you، بحيث انك تستطيع تنشئ ال user accounts ال groups أو ال objects in general زي ما تكلمنا قبل شوي. طبعا it is isolated, secure, dedicated بالنسبة للسبسكريبشن الخاص بيك. بالديفولت there will be one tenant، وزي ما حنشوف بعد شوي لما ندخل على البورتل الخاص بالأزيور ونشوف الادمنستريشن بيسكس تبعه، تستطيع بالنهاية انك تنشئ more tenants باعتبار you need multiple directories, multiple different users مثلا isolated from each other.
معرف لك كمان التيننت هي عبارة عن دايركتوري أو دايركتوري are often used interchangeably. يعني هو بالنهاية if you said tenant أو directory the idea is the same. هنشوف كمان one more terminology اسمها Azure subscription. The Azure subscription له different خلينا نقول أو أكثر من تعريف. mainly طبعا منعرفه هو عبارة عن unit of billing. هو باعتبار unit of billing أو boundary of billing. بحيث whenever you want to use the resources في the Azure environment راح تتلاقي إنه البيلز والبيمنت انفويسز راح تجي لهذا السبسكريبشن. طبعا يو كان كرييت مالتيبل سبسكريبشنز بنفس الفكره as you can create multiple tenants. creating multiple subscriptions راح نتكلم عنها ان شاء الله شوي لما نتكلم عن الجفرنس. فالجفرنس في الموديول الثاني. مقارنه سريعه بين الازيور اكتيف دايركتوري والاكتيف دايركتوري ذات از لوكيتد ان ذا لوكال اريا نتورك. في اللوكال اريا نتورك طبعا عندك دومين mostly وبتلاقي انه الاجهزه جوينت لهذا الدومين وبتلاقي كل بيرسون او كل شخص موجود في هذا النتورك له حساب يوزر نيم وباسورد يستخدم الاجهزه اللي هم جوينت للدومين simply clicks control alt delete writes the user name and password clicks okay to log in to the domain when he logs in the server اللي هو الدومين كنترولر المسؤول عن هذا الدومين راح يعمل له authentication. Authentication simply verify the username and password for that user. If they are correct, create a token for that user. بالإضافة للتوكن ينشأ لهذا اليوزر ticket تسمى Kerberos ticket. فلاقي إنه primary authentication protocol في local area network هو Kerberos protocol. Later on, the user wants to access resources. Well, send a request to the domain controller. I want to access a resource on a specific server. The domain controller will generate one more ticket. We call it a service ticket for this user, for authorization. The user will take that ticket and show it to the server to be able to access the resource. So, this is authorization. The user will be authenticated, authorized. The main protocol that is used to do this اللي هو Kerberos protocol وعلم هو Kerberos version 5. لما تتكلم عن Azure Active Directory هذا أحد الفروقات. There is no joint domain. ما في شيء اسمه أجيب الجهاز plug it in the network then join it to the domain. The authentication protocols كلها تختلف. Kerberos doesn't exist. البروتوكولز اللي بتستخدم لعمليه الاوثنتيكيشن كلها عباره عن بروتوكولز خاصه بال HTTP وال HTTPS. فبالتالي حلاقي عمليه الاوثنتيكيشن now becomes global, becomes over the internet, becomes whatever the network I'm trying to utilize to access resources. في بروتوكولز طبعا زي السامل الفيدريشن سيرفيس الاوبن اي دي الاوبن اوثنتيكيشن واللي هم طبعا الديفلوبرز نوز مور خلينا نقول اباوت ذيم واللي هم كان بي يوز تو اوثنتيكيت اليوزرز فور ذا ريسورسز وين ذي وانا اكسس. احد النقاط طبعا الفيدريشن سيرفيس اكزيست حتى في اللوكال اريا نتورك لكن بالنسبه للاكزيور اكتيف دايركتوري طبعا هذا الفيدريشن سيرفيس اوريدي exist already موجود you don't need to set it up. هتلاقي انه فعليا هم عاملين federation service مع فيسبوك مع جوجل مع لايف اي دي. فبتلاقي انه في مجال تعمل authentication to access resources in Azure من خلال اليوزر اي دي اللي هو قد يكون موجود في another domain name or another companies كله بسبب وجود الفيدريشن سيرفيس وهي simply علاقة trust relationship. Fine, a user wants to access similar to the Kerberos protocol tickets لكنها over HTTP and HTTPS. User wants to access a resource requires authentication. A user هذا does have a username and password exists in some other companies like Facebook, Google. Federation service will tell that user to go authenticate through the directory service of Google or Facebook and then brings a ticket proving that he is already authenticated and then allowing the user to access the resource. طبعا in Azure one of
one of the differences or one of more differences الموجودين بين ال Azure Active Directory وال Local Active Directory إنه in Active Directory we have a hierarchical structure as you know في عندنا organizational units وبالإضافة لهيك طبعا we can create child organization as a hierarchy structure. هذا ال hierarchy structure طبعا نعتمد عليه لل organizing objects, نعتمد عليه to assign group policies, نعتمد عليه كمان to assign or delegate privileges to others to do actions. طبعا في ال Azure Active Directory هذا الكلام غير موجود, هو flat system زي ما كاتب لك في السلايد. وطبعا هذا ال flat system يعني انه I don't have OUs, child OUs, وطبعا I can just simply create users groups in that one single location. وطبعا كمان احد الفروقات الرئيسية اللي كاتبها لكم اللي هي انه there is no group policy. So applying the group policy that we know in local area networks في the private domains controls the access and what users can do. أما بالنسبة لل Azure Active Directory ما في group policy objects. طبعا this doesn't mean لا تعني إنه ما عندنا نهائيا policies. لا عندنا policies that and we apply those policies in a different way. The additions بالنسبة لل Azure Active Directory. We have actually four editions. في the free edition. في عندنا الOffice أو Microsoft Office 365 edition. في the premium one اللي هو بسموه premium P1 وفي the premium P2. طبعا whenever you create a subscription في the Azure environment, automatically you will have like a free Active Directory edition. You can upgrade that to premium P1 or P2, وأكيد بين من اسمه إنه هو premium, معناه there will be more new features أو في more features عن اللي موجود في الفري. لو لاحظت في التابل الموجود أمامك حتلاقي إنه بالفري مثلا عندنا some limitations like maximum of 500,000 objects, while P1 and P2 doesn't have this limitation. في عندنا other things like we have hybrid identities, conditional access, and we'll talk حتى السلف سيرفيس ريسيت او باسورد ريسيت هذه جزء مثلا من البريميوم. Now whenever you study a service لازم تعرف انه هل هذه الفيتشر او هذه السيرفيس هي جزء من الفري ولا جزء من one of the other editions. الOffice 365 dedicated او خلينا نقول هو باعتبار dedicated instance من الactive directory الخاصة بالسبسكريبشنز بالOffice 365. طبعا الاشخاص اللي اشتغلوا بهذا الانفايرمنت المايكروسوفت اوفيس 365 بيعرف انه we will have a directory service and we will have accounts. هذول الاكونتس فعليا بيكونوا في الازيور انفايرمنت وطبعا بما يسمى مايكروسوفت 365 ازيور اديشن. حنشوف ان شاء الله بعض الفروقات بنتكلم later on. وطبعا دائما في لينكس في مجال واحد يروح عليها ليشوف الاكتيف دايركتوري اديشنز كلها من الازيور.com. يعني if you go to the browser you type azure.com حتروح على المين ويب سايت تبع azure.com. طبعا you can find too many information related to azure. من ضمن هذه الانفورميشن فكره انه what are the features and what are the editions of active directory in azure environment. In Active Directory Local Networks we said عشان ال users يقدروا يعملوا access للresources ويعملوا authentication أصلا من خلال Active Directory أجهزتهم لازم تعمل join للدومين. فال administrator في ال network will access ال Windows 10 computer مثلا, goes to computer properties و he will click to join a domain, writes the computer the domain name and the password of the administrator اللي له صلاحيات يعمل join للدومين. Computer will join. If the computer is joined, policies applies. The user can now use an Active Directory account created for him to access a network, to access resources في network. تكلمنا قبل شوي إنه ما في شيء اسمه join a domain in Azure Active Directory. فعليا ما في join a domain in the same matter بنفس الطريقة اللي هي موجودة في ال Active Directory باللوكال نتوركس. اما هو فعليا في ما يسمى Azure AD Join.
طبعا هو two ways actually or two types of communication مع الـ Azure Active Directory. الـ communication two ways فيه الـ AD join وفي كمان فكرة أخرى بسموها subscription.